أكبر معركة هنا في الشوابير كانت فيها 1375 قتيل، ولا ربما أكثر، وجنرات فرنسا المجرمين هما في رواحهم كذبين. هنا في الواد كانت الكتيبة نتاع نور بشير الله يرحمه، كنت أنا معاه، أنا كنت شرجور مع بياسة يسموها فانتكات، التيرور نتاعها شهيد شهد من بعد يجي الشرقي يقول له سلطني عبد الرحمن قال له لاصو عدو قال لاصو احنا هما بهزول هي فهموا الكلمه ذيك لاصو هما هربوا له وحنا جينا ملحقين في جرطة حاصل نقضوا على 39 قاوري وحرقنا ثلاث جامشيات وجينا خارجين. هذا الكمين الذي اودى بحياه اكثر من 1375 عسكري فرنسي كانت من أهم ردود الفعل الفرنسية على هذه المعركة أنها دمرت قرية أنفوس بكاملها حتى بحيواناتها.